حديث آخر في نفس الباب، وهو الباب 30 من الجزء الثاني صفحة 260، والرواية عن زرارة عن إمامنا الباقر: خرج رسول الله إلى الصلاة وقد كان الحسين بن علي أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أن لا يتكلم قطعا، هذا تصور الناس، وأن يكون به خرس. خرج رسول الله إلى الصلاة وقد كان الحسين بن علي أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أن لا يتكلم وأن يكون به خرس. الناس هكذا تتصور. فخرج به رسول الله حامله على عاتقه وصف الناس خلفه، فأقامه رسول الله على يمينه، أقامه رسول الله على يمينه، فافتتح رسول الله الصلاة فكبر الحسين حتى كبر رسول الله 7 تكبيرات وكبر الحسين، فجرت السنة بذلك. أصل التشريع في الملأ الأعلى هو ارتفاع الحجب 7، وأصل التشريع في العالم الأرضي تجلى بالتكبيرات الحسينية 7، والحسين أكان صغيرا أم كان كبيرا، فالحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، صغارا كانوا كبارا كانوا، لا يوجد فارق في ذلك. نحن حين نقرأ مثلا في سورة مريم، مريم ولدت وجاءت بوليدها إلى اليهود، فأشارت إليه حين سألوها، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، وهو في أول يوم من أيام ولادته، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم يقرأ زيارة على نفسه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم. هذه المضامين إذا كانت تنطبق على عيسى في أول يوم من ولادته، فماذا نقول عن محمد وآل محمد؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة وهو في المهد، فهل عيسى هنا حينما يتحدث عن الصلاة والزكاة لا يعرف أحكامها ولا يعرف علل تشريعها؟ فما بالكم بحسين صلوات الله وسلامه عليه. وعيسى لن يصل إلى منزلة إبراهيم، وإبراهيم من شيعة نوح، ونوح من شيعة حمزة وجعفر، الروايات بينت هذا ومر الحديث في مثل هذا الموضوع.
فالتشريع في الملأ الأعلى كان لرفع الحجب، والتشريع في العالم الأرضي كانت التكبيرات الحسينية السبعة. قد يسأل سائل، لماذا الحسين؟ لماذا لم يكن الحسن؟ لماذا الحسين؟ لماذا تكبيرة الإحرام في تشريعها هذا شرعها الحسين، قرنت بالحسين؟ لماذا تكبيرة الإحرام حسينية؟ يعني الصلاة بدايتها حسينية، كما أن الأذان زهرائي حي على خير العمل. خير العمل تختصر كل المضمون الذي مر في الأذان والإقامة، فخير العمل البر بفاطمة وآلها. فلماذا تكبيرة الإحرام حسينية؟ لماذا؟ تكبيرة الإحرام حسينية، وتكبيرة الإحرام مربوطة بالحجب الإلهية العليا التي هي أقدس من العرش. لماذا؟ لأن السجود على تراب حسين يخرق الحجب السبع. أي منظومة عقائدية هذه؟ ماذا نقرأ في حديث آل محمد؟ هذا كتاب من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، وهذا هو الجزء الأول، صفحة 268، باب 40، الحديث الثاني، السجود عن الصادق. وكل ما عندنا عن الصادق، عن صادق الآلي صلوات الله عليه وعليهم، السجود على طين قبر الحسين ينور إلى الأرض السابعة. السجود على تراب الحسين، السجود على طين قبر الحسين ينور إلى الأرض السابعة. إلى الأرض السابعة، لماذا إلى الأرض السابعة؟ أتعلمون لماذا؟ ثقافتنا هكذا تقول، ثقافة علي وآل علي هكذا تقول، تقول إن الأرض تشهد علينا، فما من أرض ارتكبنا فيها طاعة إلا وتشهد تلك الأرض، وما من أرض ارتكبنا فيها معصية إلا وتشهد تلك الأرض. الأرض التي يزني فيها الإنسان تشهد عليه. الروايات تقول إن الإنسان إذا ما دفن الأرض تخاطبه: لطالما عصيتني وارتكبت ما ارتكبت وفعلت علي ما فعلت وفعلت كذا وكذا. وأي أرض يقوم الإنسان بطاعة فيها تشهد له تلك الأرض، فما بالك إلى الأراضين السبع، إلى كل طبقات الأرض. فالسجود على طين قبر الحسين ينور إلى الأرض السابعة. ماذا يقولون؟ خارق حارق؟ ماذا نعبر عن هذا؟ شارق بارق؟ ماذا أقول؟